يلي صار كان لازم يصير من زمان. ما فينا نتطور بظل القمع والاستبداد. بعدين مين كان عايش بأمان؟ أنت يلي كنت عايش بأمان، لأن القوة بإيدك، بدولة الحكم فيها مافيوي طبعاً. أما الشعب كان مهدد دائماً من قبلكم. ما كان حدا يسترجي يقول إنه كيلو السكر غليان لحتى يشوف حاله مخطوف ومحطوط بسابع أرض، متهم بألف تهمة وتهمة أقل التخابر مع دولة عدوة. ما كان في حرية تفكير وتعبير بدولة مليانة فساد. كان في ملايين عم تفوت على جيوب بعض الناس مسروقة من المساكين. عدد لك أسماء الحرمية اللي كانوا قبل الثورة؟ ولا قلك؟ الأفضل تسمع غنية القاشوش لأنه عدد أسماءهم فشلته حنجرته. هذا هو الأمان اللي كنت عم تحكي عنه؟ نحن ما كان عنا غير سلطة حاملة عصاية لتأدب كل واحد يقول لأ، لأنه نحن كنا عايشين بدولة نعم. ما كان في غير نعم وبس. نعم للقائد، نعم للإصلاح الكاذب، نعم للتطوير يلي عم يرجع فينا لورا. أما الثورة فكان بدها دولة يتشاركوا كل أفرادها بنهضتها السياسية والثقافية والاجتماعية، ويشكلوا أفرادها تجمعات وأحزاب وهيئات يعبروا فيها من خلالها عن قدراتهم وطاقاتهم ومشاريعهم. كان بدهم عن جد مجلس شعب منتخب من قبل الشعب وللشعب، مو أكذوبة مركبتها السلطة من دون انتخابات ديمقراطية.